ان الدعوه لشراء المنتج الفلسطيني ليس لكون صناعه فلسطينيه فقط، بل لايماننا العميق بجودته ومطابقته للمواصفات والتعليمات الفنيه الالزاميه. ان دعم وحمايه المنتج الوطني وتعزيز تواجده في الاسواق المحليه، حيث ان حصته لا تتجاوز ما بين 25% الى 30%، واجب وطني، حيث ان زياده نسبه حصته 10% على سبيل المثال، هذا يعني تشغيل 10,000 عامل من ابناء شعبنا ومن خريجي الجامعات العاطلين عن العمل. وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية والتنوع في الإنتاج وتخفيض الاستيراد واستقلالية الاقتصاد الفلسطيني ككل وتوفير ملايين الدولارات على خزنة الدولة.